بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله الطلاب الأعزاء. وبعد، في الدرس السابق أخذنا الـ HTML والـ CSS. طيب، فقمنا بتصميم هذا الشكل. إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة سوف نتكلم عن كيفية وضع صور المنتجات وضبط الشكل العام للموقع عن طريق CSS، أيضا عمل الهيدر عند تسطير الشاشة فتختفي هذه ويظهر لي هنا زر فيتم الريسبونسف في هذه الشاشة. طبعا قبل البداية، إذا لم تكن مشتركا في القناة فاضغط زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله تعالى، ونبدأ على بركة الله. الآن لدي هذا المجلد الذي أضفت فيه مجلد آخر اسمه Images. طيب، بداخل هذا المجلد مجموعة من الصور. طيب، فهذه الصورة هذا اسمها، دعونا نقوم بنسخه ونأتي إلى هنا إلى محرر الأكواد. طبعا هذا الكود أخذناه في الدرس السابق، فالذي لم يشاهد الدرس السابق فسأضعه في وصف الفيديو، تستطيعون أن تدخلوا إلى وصف الفيديو وتشاهدون الدرس السابق كيف عملنا CSS and HTML. طيب، دعونا في البداية أن نفصل الـ HTML عن CSS. طيب، إن شاء الله تعالى سوف نقوم بعمل CSS في مجلد أو في ملف يكون لحاله هذا الملف. طيب، فعلى بركة الله تعالى نأتي إلى هنا إلى هذا المكان ونعمل New File مثلاً style.css. طيب، فنأتي إلى هنا ونحط الكود حق CSS. الآن كيف سوف أقوم بربط الصفحة؟ سوف أقول له link، بعد ذلك rel style sheet href. هنا نعطيه في ال href ماذا؟ اسم ال style تساوي style.css. طيب، فالآن قمنا الربط، لحظة واحدة، هنالك خطأ في اللينك style.css. ما هو الخطأ لدي هنا؟ rel style.css. طيب، هنا لم أعمل الحق، طبعا كترل اس نحفظ الصفحة. طيب، الآن تطبقت لي هذا خصائص السي اس اس في الموقع، وعلى بركة الله تعالى نأتي الآن ونبدأ في عمل صورة إذا كان، أو عمل شرط إذا كان عرض الصفحة يساوي هذا العرض ف يعمل هذا الوسم إخفاء، وهذا الوسوم تظهر لي بشكل آخر. فلاحظ معي الآن، نبدأ بإذن الله تعالى ونبدأ في البداية بكتابة ماذا؟ image. لاحظ معي image هنا source، طبعا image هذا المجلد حق الصور، أدخل إليه
ولدي هذه الصورة، طبعا سوف أقوم وأحطها في الزاوية. لاحظني جيدا هنا، أقول له هذه الصورة حطها لي. دعونا نسمي هذا نعمل له ID تساوي ماذا؟ مثلا show. طيب، فأيضا هنا الناب، لاحظ معي لدي الـ UL عندها الناب ماذا؟ عندها كلاس يسمى ناب. أيضا أقوم بإضافة ID تساوي ناب لغرض سوف تعلمونه الآن. الآن أأتي إلى هذا المكان وأقول له ميديا ماكس ويدث. إذا كان عرض الصفحة يساوي كم؟ إذا كان عرض الصفحة يساوي 600 في اكس، تعمل لي هذه الأشياء. طبعا في البداية أنا بقول له دوت ناف ايش ديس بلاي ماذا؟ ناون. طيب، فقبل أن نخفي هذا الليست، دعونا الآن، لاحظ معي، بقول له display ماذا؟ سأقول له display noun. اختفى. الآن لدي هذا الليست. لاحظ الآن بأقوم بحاجة واحدة، مثلا طبعا هنا أعمل سيف للصورة. طبعا أنا أحتاج إلى صورتين هنا. طيب، واحدة شو والأخرى كلوز. طيب، فلاحظ معي، أأتي إلى هنا وأقول له show and close. كيف حفظنا الصورة؟ close and show. تمام، هذا الوسمين حق الصورة. اعمل لهم الآتي. ماذا سوف يعمل؟ طبعا في البداية يعمل لهم اخفاء display now. طيب، فبعد أن أخفاهم، لاحظ الآن معي، الآن هن مخفيات. طيب، فأنا أريد هنا في الماكس، عند يعني عندما تكون الشاشة صغيرة، أريد أن يظهر لي الأول الذي هو شاو. طيب، أريد أن يظهر، من أجل أن أدخل عليه الجافا سكريبت ليتم عملية، لحظة واحدة، هنا كترل اس. الآن أأتي إلى هنا، أعمل تحديث للصفحة. هنا image.
نعم، هنا display noun أجعلها display block. طيب لاحظ معي الآن هي مخفية، تمام، عند تصغير الشاشة تظهر لي بهذا الحجم. ماذا سوف أقول له؟ سوف أقول له الwidth، width العرض الوسم هذا كم يساوي؟ مثلا 10%. فلاحظ معي الآن كيف سوف يظهر لي، تمام، بهذا الشكل. الآن أريد عند الضغط على هذا البوتن يتم عرض ماذا؟ الليست حق الهيد أو الناف بار. طيب سأتي إلى هنا وأقول له سكريبت، تمام، وأقوم بكتابة فانكشن أسميها شو. طيب هذا الفانكشن ماذا تعمل لي؟ بقول له document dot get element by id dot ماذا. لاحظ الآن أنا أريد أن الناب تظهر، تمام، أو تحدث لها عملية يعني الديسبلاي يكون ماذا؟ بلوك. فأقول له أنا ستايل ماذا؟ دوت ديسبلاي تساوي ماذا؟ بلوك. فعند الضغط على البوتن طبعا أأتي إلى هنا أعمل في الحدث حق الصورة شاو ماذا؟ أقول له on click تساوي ماذا؟ وأحط له اسم الدالة. فعند الضغط على هذه الصورة يتم تنفيذ ما بداخل هذه الدالة. هذه الدالة بداخلها إنه اعمل لي بلوك للعناصر. فلاحظ معي الآن عند الضغط أظهر لي هذه العناصر، لكن أنا أريد أيضا أن تظهر لي هذه العناصر. أأتي إلى إلى هنا وأقول له لحظة واحدة أخذ هذا الكود وأحطه هنا. ماذا سوف أقول له؟ لاحظ معي هنا أقول له بلوك. فكانت قبل ذلك ماذا؟ inline. طيب الآن تظهر لي على شكل بلوك الليست. لاحظ معي، لاحظ كيف ظهرت لي على شكل ماذا؟ ليست أو بلوك. طيب الآن أأتي إلى الناب وأكتب له بعض الخصائص، ومن هذه الخصائص مثلا سأقول له position fixed. طيب أيضا أقول له top تساوي 0. أيضا left يساوي 0. طيب ماذا تبقى؟ سأقول له أيضا padding top، يعني أن البعد بين العناصر يكون بمقدار كم؟ padding 53 bx. طيب 50 bx. أيضا سأقول له text origin تساوي ماذا؟ center. طيب فلاحظ معي كيف ظهرت لي هذا الليست. لا عليكم،
سوف نحل هذه المشكلة إن شاء الله تعالى. لكن هنا من هنا ماذا سوف أعمل من خصائص؟ لاحظ الآن بقول لها أنا الويدث 100%، أيضا هنا أقول له الويدث 100%. لحظة واحدة، نعم هكذا أريدها. لكن الآن أقول له حاجة واحدة، الباك جراوند. طبعا الباك جراوند بأعمله زي الهيدر أو الهيد، تمام. فسأتي إلى هنا وأقول له باك جراوند، يعني حق الليست هذه تطلع لك كيف، لاحظ كيف سوف يظهر بهذا الشكل. أيضا أريد أن يعمل لي حاجة واحدة وهي الدوت ناف يؤشر إلى الاي اي أو إلى الاي هنا، وأقول له بوردر. سوف أعمل ماذا؟ بوردر 1 بكسل سوليد، لحظة واحدة، لاحظ عفوا ما الخطأ هنا، نعم عفوا هنا الآي، طيب فهذا هذا الهيدر انضبط معي بالريسبونسف. الآن أريد عند الضغط مرة أخرى أن تختفي هذه القائمة، لكن لاحظ ماذا سوف أعمل. طبعا نحن تكلمنا أنه عندي إيمج أخرى، طيب وهي في وضعية إيش؟ وهي في وضعية الديسبلاي ماذا؟ بلوك. طبعا سأقول له هنا دوكيومنت dot get element by id، وأحط ال id حق ليش؟ حق الصورة الأخرى، وأقول له style dot display يساوي ماذا؟ block. أيضا حق الشو أنسخ هذا الكود وأحطه مرة أخرى، لاحظ معي شو، أريد أن تختفي هذه الصورة فأقول له ناون. طيب طبعا الذي لم يسبق وأن شاهد الجافا سكريبت سأحط أيضا الرابط حق مجموعة دروس الجافا سكريبت من الصفر، سأحطه في وصف الفيديو. فلاحظ معي الآن عند الضغط هنا أشبع يحدث، تختفي لي أليش الصورة حق الشو. الآن أقول له حق الكلوز تبدأ تظهر، تبدأ تظهر لي الصورة الأخرى. طيب ظهرت هذه الصورة الأخرى، تعال إلى هنا، لاحظ معي جيدا. الآن أخذ الويدث وأتي إلى هنا، هنا أجعل الويدث يتطبق على الصورتين، لاحظ معي عند الضغط هنا، تمام. الآن الصورة هذه هي الصورة الأخرى الذي هي أيش؟ كلوز. ماذا سوف أعمل لكي أعمل إخفاء لماذا؟ للناف. فلاحظ معي سأقول له هنا نسخت الفنكشن وأقول له هنا close، وأتي الناف بدل أن كان block أقول له noun، فيعمل لي عملية إخفاء. الآن
الزر حق الشاو أو صورة حق الشاو أقول له ماذا؟ بلوك، يظهر لي ليش صورة حق الشاو. الآن الزر حق كلوز يعمل له ايش؟ ناون، يخفي. طيب فهنا أقول له بلوك. تمام، لاحظ معي عملية الإظهار. نعم، لم يعمل معي الزر. لماذا؟ لأنني يجب أن أعمل on click، حدث on click، وأخذ اسم الدالة هذه. عند الضغط على on click تتم عملية تتم ما بداخل هذه الدالة ال close. لاحظ معي الآن عند الضغط أعمل ريفرش. لاحظ ضغط أظهر لي ليش الليست. عند الضغط مرة أخرى يخفى الليست أو تتم عملية إخفاء الليست. لاحظ ظهر الآن اختفى، ظهر لي واختفى. الآن أيضا محتوى هذه الصفحة أريد أن أعمل له أو أن يتم النزول، أن ينزل بمقدار معين. تمام، فأتي إلى هنا مثلا. لاحظ معي سأقوم بعمل ماذا؟ div، وأحط في داخل هذا الdiv جميع محتويات الماذا؟ الصفحة. سأقول له id تساوي ماذا؟ all page. طيب أعمل عملية نسخ وأتي إلى هنا. عند الضغط هنا على show يعمل لي إيش؟ لاحظ معي عفوا أخذ all page. الستايل أقول له إيش؟ margin top، مارجن توب. ومن ثم أأتي إلى هنا وأقول له مثلا وليكن 160 بي إكس أو 160 بيكسل. لاحظ معي تحديث للصفحة وأأتي إلى هنا. لاحظ كيف نزل محتوى هذه الصفحة بمقدار 160 بيكسل. لكن لاحظ عند ما أضغط إخفاء لهذا الليست لا يتم إرجاع الصفحة إلى كما كانت وضعها السابق. أخذ هذا الدوكيومنت وأحطه في الكلوز وأقول له أن المارجن توب كم؟ أحط له مثلا 2 بكسل يعني فقط يتم الإزاحة. فلاحظ معي الآن اختفى. لاحظ لاحظ معي يتم نزول المحتوى. الآن يرجع المحتوى كما كان، يتم نزول المحتوى. الآن يرجع المحتوى كما كان في السابق. فطبعا هذه هي الجافا سكريبت، هذه هي أكواد الجافا سكريبت. الآن أيضا أأتي إلى الستايل وأقول له عندما تكون الماكس ويدث 600، يعني هذاك هو كشرط، كأنك تقول له عندما تكون وضع الصفحة في هذا الحجم نفذ لي هذه الأكواد الذي بداخل هنا. تمام، ولاحظ عندما أتي إلى الصفحة وأعمل لها فتح، لاحظ معي هنا الصفحة والطبيعي. الآن لاحظ كيف الريسبونسف يظهر لي. طبعا سوف نأخذ في الدروس القادمة كيفية عمل ايش
يعني كيف عمل هذا المنتجات وإدخال إلى هذا المشروع المنتجات وما إلى ذلك. طيب، لكن لاحظ الآن معي إيش بسوي. طبعا هنا يجب أن أعمل تحديث. الآن بسوي هنا حاجة واحدة، أتي إلى هنا أقول له مثلا سوف أعمل عملية إضافة، سوف أقوم بإضافة مجموعة من ليش مجموعة من الصور في محتوى هذا في المحتوى الصفحة. لاحظ معي، بقوم إلى هنا أكتب image. طيب source تساوي ماذا؟ مثلا image. الآن أخذ الصورة رقم 4. طيب أتي إلى هنا وأكتب لهذا الإيمج ماذا؟ كلاس. طبعا هذا الكلاس ماذا سوف أسميه؟ فوتو. طيب أخذ هذا الاسم، أحط هذا الوصف هنا، أيضا هنا، أيضا هنا، أيضا هنا، أيضا هنا، و مثلا هنا أقول له 6، هنا أقول له 6، هنا مثلا 5، أيضا مثلا هنا 5. طيب، فطبعا هذه الصور لدي هنا في هذا المجلد. تمام، اسم الصورة مع امتدادها. لاحظ كيف ظهرت لي الصور. يجب أن أأتي إلى هنا وأطلع، أأتي إلى هنا وأقول له أقوم بكتابة دوت فوتو ماذا، وأقول له الويدث كم يساوي. الآن سوف أقول له أن عرض هذا الصفحة أو عرض كل صورة كم يساوي. سأقول له عرض كل صورة مثلا يساوي 50 width، 50 59 px، سأقول له 99 بإكس مثلا، أو 120، عفوا. تمام، فهذه هي الصور أو المنتجات تظهر لي بهذا الشكل. لاحظ الآن أريد أن تظهر كل صورة، يعني عندما يكون الموقع بهذا الشكل أو بهذا العرض، عرض الصفحة، يجب أن أعمل له شكل معين. أأتي إلى هنا، طبعا أأخذ من هنا الجريد كونتينر مع الفوتو نسخ، وأأتي إلى هنا إلى قبل نهاية الشرط. طبعا هنا سأقول له 80%. تمام، هذا عرض كل صفحة. هنا بدل أن كل كولمن يأخذ 3 أو 3 خلايا، أقول له خذ لي خلية واحدة. لاحظ معي الآن إذا كان في هذا الوضع الموقع يعمل لك أيش؟ خلية واحدة، خلية واحدة بهذا الشكل. فإذا ما رجع الموقع إلى وضعه الطبيعي، لاحظ كيف يكون كيف تكون هذه المنتجات. طبعا هذا هو الشكل العام للموقع إن شاء الله تعالى. طبعا هنا طولنا الحديث في الريسبونسف، طبعا سوف نكمل في الدروس القادمة عملية البي اتش بي،
وسوف نقوم بإضافة صفحة للأصناف وإضافة الأصناف وعرض الأصناف والمنتجات وإنشاء قاعدة بيانات عن طريق الـ PHP. طبعا سوف نأخذ هذا الكلام كله في الدرس القادم، لكن هنا قمنا بعملية الريسبونسف وإدخال الجافا سكريبت إلى الموقع، لأن فيه كثير يعني يطلب مواقع ويحط شرط أنه لازم أن تستخدم HTML CSS جافا سكريبت في هذا المواقع. طبعا الآن عندي هذا الموقع ب HTML CSS جافا سكريبت، فهنا الجافا سكريبت موقع يعني تعمل لي عملية الحدث. طيب فلاحظ نعمل عمل شرح سريع لما قمنا به اليوم. الآن عندي هنا صورتين، الصورة هذا قمت بتكرارها مرتين، تمام، قمت بتسمية الأولى show والأخرى close، وقلت له عندما يعني قلت له اعمل لي عملية إخفاء لهذه الصور وأن الودث تبعهم 10 ماذا بيكسل. بعد ذلك قلت له ميديا، يعني وكأنك تقول له إف شرط، حطيت شرط إذا كان ماكس ويدث، إذا كان عرض الصفحة 600 بيكسل فنفذ لي هذا الخصائص. طيب وهذا الخصائص تنص على الآتي. الآن الناب، هذا الناب هو عبارة عن الليست، هذا تمام عبارة عن الليست، فقلت له إن الليست display noun تمام، أي إخفاء عملت لها. الآن fixed البوزيشن، الوضع ثابت، التوب والليفت 0 0، أيضا padding توب 50 بكسل، أن يتم يعني بعد الخلايا من التوب، الويدث 100%، text origin center في الوسط تظهر لي هذه العناصر الخلية. الآن لدي هذا ال i تمام، الديسبلاي بلوك فوق كانت ماذا انلاين كسطر، الآن يظهر لي واحد وتحت الآخر. الآن padding 5 بكسل، الويدث 100، الحجم الخط اللون لون الخط. الآن عملت باك جراوند، أيضا قلت له أن الناب الآي يعمل لها بوردر، هذا هو البوردر هذا الرمادي تمام. الآن الشاو عند وضع الصفحة في هذا الوضع يتم، واسم الصورة الأولى الذي هي شاو يتم فتحها أو عمل ماذا بلوك تمام. أيضا هذه الخلايا قلت له أن الكولمن تظهر لي 1 وعرض كل صورة 80% والتكست أولجن في الوسط تمام. أيضا نأتي الآن إلى شرح الشو والكلوز في الجافا سكريبت. عند الضغط هنا، لاحظ معي، عند الضغط فوق هذه الصورة يتم الآتي، يتم في البداية عمل الناب، طبعا هنا أنا عملت للكلاس ناب أيش display noun، فأقول له عند الضغط الشو، هذا الشو في حدث الأنكليك حق الصورة يعني اعمل لي في البداية إخفاء لهذا الصورة الذي حقها الID ماذا ناب، فيتم عمل ماذا بلوك أي إظهار للعناصر الذي بداخل هذا الوسب. أيضا دوكيومنت الشاو هذه الصورة اعمل لها إخفاء تمام، وأيضا الصورة حق الصورة الأخرى الذي الID حقها كلوز اعمل لي إيش بلوك إظهار تمام. أيضا الوسم الذي الID حقه PALP، طبعا هذا الID محتوياته ليش الصفحة، فيعمل لي إيش عفوا فيعمل لي ماذا padding، فيعمل لي إيش padding. لاحظ معي يعني هو هذا الديف، هذا بدايته وهذا نهايته، لاحظ ايش بايعمل له الان هنا، بايعمل لي
مارجن توب 160 بكسل، فيتم نزول الخلايا 160 بكسل. وهنا عكس الكلام الذي فوق، يتم في الضغط طبعا الكلوز في الوسم الصورة الآخر، عند الضغط عليه يتم إخفاء الخلايا ويظهر لي البوتن الذي هو شو، ويختفي لي البوتن الذي هو كلوز، وأيضا المارجن توب تكون 2 بكسل فقط وليس 160 كما عملناها في السابق. لاحظ معي هذه طبعا سوف أحط الأكواد في رابط وصف الفيديو، أيضا لمن يريد أن يشاهد دورة الجافا سكريبت من البداية سأحط مجموعة من الدروس في وصف الفيديو. انتظرونا إلى درس قادم، وسوف نأخذ الجزء برمجة الموقع هذا وعملية إضافة المنتجات والأصناف وعمل قاعدة بيانات عن طريق البي اتش بي. وانتظرونا إلى درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.